العثور على مطرب الراب هاني وهدى مقتولة في أحد السيارات. شيع أمس الأحد جثمان مغني الراب الجزائري هاني وهدى المعروفين بلقب الدزيري بعد إعلان الشرطة الكندية يوم الخميس الماضي العثور على جثته مقتولا بمونتريال. وأفادت وسائل إعلام كندية بأن الشاب هاني وهدى قتل برصاصة أثناء وجوده في سيارة متوقفة عند زاوية شارع. وقد أصيب هاني وهدى الفتى الذي يبلغ من العمر 17 عاما برصاصة في الجزء العلوي من الجسم وتمكن من الفرار إلى متجر صغير. ويعتقد والد الشاب هاني وهدى أنه لا يوجد أحد في مأمن من العنف المرتبط بعصابات الشوارع في مونتريال، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة روسيا اليوم. ويقول: اليوم ابني وربما غدا يكون أخ أي أحد فينا أو ابنه أو عائلته، لسنا في مأمن، ربما يكون جزءا من حوادث العصابات. الآن الناس أصبحوا يقتلون من دون سبب، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة جورنال دي مونتريال. ووصف ابنه الذي كان من المقرر أن يدخل جامعة كيبيك في مونتريال في يناير بأنه طيب ومحبوب وأحب الجميع. وصرح والد الشاب المغدور: كنت دائما فخورا بابني، كان يحب العمل ويحب الرياضة، كان لديه قيم، أراد أن يسافر ويعيش حياته. ووفقا لما ذكره الإعلام الكندي، أصبح المغني المعروف بلقب الدزيري ضحية جريمة القتل 32 التي حدثت هذا العام في العاصمة.